طرابلس وكل الجامعات. مجرد ما نتحدث عن مآسي هؤلاء الطلبة وعدم وجود الحرية الأكاديمية وعدم وجود الحرية عموما وعدم وجود حكومة منتخبة، كل هذه الأمور يعني تحرك لدى هؤلاء الطلبة الإحساس بأنهم يبحثوا ويبحثوا عن 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 ما الذي حصل. ومن حقهم زي ما يعني معروف أنا عندك حرية البحث وحرية التقصي وحرية البحث عن معلومات. وبالنسبة لهم أنا كنت المصدر الأول وأنا طبعا أستاذهم، وياخذوا في الكلام طالما أنا قلت هذا الكلام، وخاصة أستاذ علم الخطابة وأستاذ علم النقد يعني معروف عليهم بأنهم دائما يحاولوا يقولوا الحقيقة بقدر الإمكان والابتعاد عن لا موضوعية. دائما أستاذ علم الخطابة يتميز بالموضوعية والابتعاد عن التهويل. بهذا الشكل عن تقديم نفسي والحديث عن ليبيا والحديث عن ما أصابني والحديث عن ما أصاب طلبتي في جامعة بغازي كلية قسم الإعلام، الطلبة تحركت فيهم هذه النزعة وهذه الأشياء الإنسانية بأنهم هم يبحثوا ويقدموا الخطاب أو سبيتشز زي ما قلت الدليفري أو البرزنتيشنز على ما حصل في ليبيا. تقريبا حوالي 80 أو 85 طالب تحدثوا يعني من مدة حوالي عامين أو ثلاثة بديت هذا أو ما نصح بدأوا الطلبة في هذا المشروع إن صح التعبير، في الحديث عن ليبيا والحديث عن نظام القذافي والحديث عن 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 يعني انتهاكات حقوق الإنسان، وآخر السبيتشز أو آخر البرزنتيشن زي ما قلت تفضلت بكلمة برزنتيشنز، كان آخر شيء على 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 إيمان العبيدي وعلى بعض الانتهاكات وعلى بعض يعني انتهاك بعض الأعراض من قبل الكتائب، وعلى قضية الفياجرا كيف كتائب العار يعني تأخذ في هذه هذه المخدرات وهذا السبستنس ويقوموا بهذه أعراض الناس. بعض الطلبة تحدثوا عن هذا موجود في اليوتيوب، وتحدثوا على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى البطالة وعلى التعليم وأشياء كثيرة حقيقة. زي ما قلت لك حوالي أكثر من 85 طالب أمريكي يعني من جامعة تكساس الجنوبية ومن بعض الكليات الأهلية تحدثوا عن مأساة ليبيا حقيقة، وقابلوا بلاء يعني مع يعني طلبة وتكلموا بحرقة يعني تكلموا فعلا يعني ناس تحركت فيهم نوازع الإنسانية يعني هذه الأشياء يعني انتهاك حقوق الإنسان وفي نفس الوقت انتهاك الكتائب كتائب القذافي يعني حركت لبعض وخاصة الطالبات فيما يتعلق بإيمان العبيدي وبعض الليبيات حرائر ليبيا وبعض الليبيات الفاضلات اللي تعرضنا لهذه المآسي. فعلا بعض الطالبات يعني فعلا في اللي بكت يعني في بعض الطلبة بعض الطالبات تأثر تأثير يعني، واضطريت في بعض الأحيان أن أوقف حتى المحاضرة لأن العملية أصبحت يعني مثيرة جدا. و بشر، احنا بشر والطلبة الأمريكيين حتى هم بشر وكلنا بشر نتأثر بما يحصل لغيرنا من البشر، بالتالي اللي حصل هو تأثرهم بما يحصل في ليبيا يعني حقيقة، بالتالي العالم يقوموا بهذه الأعمال يعني اتجاه ما يحصل في ليبيا. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا ألا أن نشكر الدكتور جبل موسى على هذه المساحة الزمنية التي أفردها لنا، ونشكر أيضا مضيفنا الأستاذ محمد العليقي الذي نحن الآن في بيته. شكرا لكم جميعا على حسن المشاهدة، ونلتقي مرة أخرى بإذن الله.